عيشة؟ ايه اللي معاك كده؟ لا ابدا ما فيش، اصلا انا يعني كنت مستنياك. مستنياني؟ ليه؟ قصدي من امتى؟ ده انت شكلك نايم خالص. ما تشغلش بالك، اصلا انت قلت لي انك هتسافر الصبح، فقلت اكيد هتطلع من بدري، فقلت يعني اعمل حسابي واجي استناك قبل ميعاد اول قطر. يا نهار اسود، دي الساعة 7:30، شكلك قاعد كده بقالك ساعتين. طب ما كلمتنيش ليه يا عيشة؟ اصل حبيت اعملها لك مفاجأة يعني، بس شكل كده المفاجأة ما عجبتكش. بالعكس. اتفضل يعني، بس تلاقيهم دلوقتي بردوا شوية. ايه دول؟ دول شوية سندوتشات عملتهم لك بإيدي. وليه كلفت نفسك بس يا عيشة؟ سندوتشات ايدي بالظبط، بس عشان اطمن. معلش. كبدة بالهنا والشفا، قالتهم لك في ردة، وحطيت لك عليهم فلفل اخضر، وعصرت لك ليمونه على كل شقه. مش كتير يا عيشه، مش كتير يا حبيبتي، حط الليمون بره وانا اعصر براحتي. يقطعني. عندك حق يا شيخ، انا بهزر بس. برضو عملت لك رغيف حلاوه بالقشطه. تسلم ايديكي. انت كده القطر هيفوتك. يا رب. بتقول ايه؟ يا رب الحقه يعني. اصل انا قلت يعني انك محتاج غذاء من الجرح بتاع امبارح. جرح انهول. جرح جرح. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا ستي انا مش قصدي اقفل الحوار، انا بذكر ربنا بس. طب انت كده القطر هيفوتك، هو ده القطر بتاعك؟ بقول لك ايه، لو وصلت بدري النهارده يعني ممكن اكلمك نتقابل؟ ممكن ازاي يعني؟ ده لو ما شفتكش النهارده ممكن نزعل قوي. اصل كنت عاوز اخد رايك يعني في سندوتشات الكبده. خد بالك من نفسك. وانت كمان. سلام. سلام عيشة. اتفضلوا معانا. الله يكرمك، اصل الولاد ما كانوش بقالهم فتره وزالين انفاسي. كلوا يا ولاد واشكروا عمو، كلوا كلوا. بلاش بس الكيس ده عشان فيه حلاوه يعني مش حلوه في السن ده. الحلاوه دي حنسينها للمدام، المدام حامل وعقبال اولادك كده. وانت عارف بقى الحلاوه دي مفيده جدا للبن. طبعا. هلا والشيف، طمنوني بس، الكبده حلوه؟ الكبده حلوه وزيتها خفيف. زيتها خفيف الحمد. والفلفل؟ لا، الفلفل ده زي ما يكون حد شايل بذر الحرائق اللي فيه. الحمد لله. ايه؟ ما بحبش العيش الفاضي. ما بحبش العيش الفاضي، عندك حق. لا انا شبعت الحمد لله. كل حاجة. ايه يا وحش، سلامتك حبيبي. خليك يا حبيبي، تعبتك معايا. خليك. ايه ده؟ يا إذا حضرة الشياطين ذهبت الملائكة ولا ايه؟ لا 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 تشغل بالك، هي أصل وراها شوية مشاوير في دماغها. قبل ما أنسى، أنا جاي أدي لك رخصة السلاح. حبيبي ما تحرمش منك، هيثم بيه والله تعبينك معانا دايما كده يا أخي. ولا يهمك. ايه بقى يا سيدي؟ انت متأكد ان الواد ده كان معاهم؟ ايه اللي متأكد؟ ده كان على راسهم، وكان اكتر واحد بيضرب بغل ابن اللذينه. هو اي نعم كان مغطي وشه، بس انا اللي ممكن اتوه عن عينيه ابدا. عليه يا اخي نظرة وقاحة ملهاش شبيه، بس انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. يعني يكون عايز ايه من راجيا؟ حاططها في دماغه ليه يا اخي؟ ما قلت لك كلب زي ده فاهم انها معركة، لو كسبها يبقى خد حقه من البلد، وراجع بالنسبة له غنيمة.
بصراحة بقى هي اللي مديله الفرصة. بس أوعدك اعتبر كل ده انتهى. أنا قلت أعامله بأدب وأطنشه على الآخر، قلت أهو تتسلى لحد ما تزهق. لكن ما دام اتفرعن بقى معلش سيبهولي يا ربي. بس أنا مش عايز مشاكل، والواد ده شكله وصل لبتوع الإعلام، وأنت عارف مخيف في الحزب. إيه يا عم شامل؟ أنت بتكلم واحد هاوي ولا إيه؟ ما تقلقش مش عايزك تقلق خالص.